السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في طريق المعرفة. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. كرم المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي المرية الأسباني المطرب عمرو دياب في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيه. وأثناء التكريم داعب تركي الشيخ عمرو دياب وقال له تعالوا مع بعض نشوف قال له إيه. مفاجأة من يمكن يوم ولا حاجة، فأنا بذكر التكريم الجميل ده وبذكر معالي المستشار